لم ينجو أهل غزة من آثار الأزمة الاقتصادية، فارتفاع المواد الغذائية امتد إلى مائدة رمضان، فأصبحت القطايف وهي الحلوى المحببة إلى أهل القطاع في غير المتناول حتى على أصحاب الوظائف الثابتة. كيلو القطايف ب 20 شيء، يقولوا أنت خجلان ودمعتك إلى خاطر تنزل، يعني الناس كلها بيجي بيسأل وبروح، لا بيشتري ولا بروح إلا عدد قليل، يعني المقتدر، ويمكن ممكن يشتريه مرة في الشهر يا مرتين، وبعد هيك ما يرجعش. طبق حلوى القطايف الذي يتكون من القطايف إلى جانب السكر والتمر أصبحت تكلفته باهظة، فغاب عن المائدة الرمضانية بفعل أزمة اقتصادية امتدت إلى أهالي غزة الذين يعانون من ويلات العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. اليوم كيلو السكر ب80 شيكل، أنا واقف فين بدي أشتري قطايف، لقيت القطايف بكيلو ب20، هذه العجينة، وإذا بدي أشتري لها بدها كيلو سكر ب80، هاي 100 شيكل، بدها كيلو تمر صارت 150 شيكل عشان تاكل كيلو قطايف، بينما في السابق كان كله هذا ما يكلفناش 20 شيكل، بقينا نبسط، اليوم صعب جدا، يعني أنا سألت وبطلت أشتري، لأنه مش في متناول اليد. ولكن ومع رفع أهالي غزة شعار أن الحياة تمضي دائما، يستمر الأمل في العودة إلى الديار رغم ما أصاب القطاع من دمار، لكن الرغبة في الاستمرار في الانتصار وقبلها الرغبة في الحياة هو ما يدفع أهل غزة إلى المضي قدما، آملين من الله أن تتحسن الأحوال خلال أيام الشهر الفضيل.